مساء الخير. النهاردة إن شاء الله هندرس مع بعض في جزء المادة المتعلقة بال contemporary problems and issues in accounting. أول problem طبعا دلوقتي هنبتدي نشرحها ونفهم هي بتتكلم عن إيه وإيه المطلوب مننا. نقرأ مع بعض the first problem بالنسبة لأول جزء من ال e-learning. فأول lecture, the first lecture by the first problem. Assume that on 1 January 2019, X Corporation between brackets parent acquired 100% of Y Corporation between brackets subsidiary common stocks. The following the separate balance sheet of both X and Y. طبعا هو مدي لسيادتك هنا two balance sheet for X and Y. طبعا هنا مدي لك الايتيمز. بالنسبة للبالانس شيت احنا عارفين ان البالانس شيت may be classified into two categories, assets and liabilities and stock or and stockholders equity. طب الاسيتس ايه اللي موجود عندك هنا في الاسيتس؟ الاسيتس اللي موجود عندك في كاش وفي الانفنتوريز وفي الانفستمنت ان واي وفي بلان وفي البلانت اسيتس وفي الباتنت. طيب نشوف كده مع بعض الكاش. الكاش ان اكس هو مدي لك الكاش ان اكس بكام؟ 140,000. طب وبالنسبة لواي، واي هو مدي لك حاجتين، مدي لك بوك فاليو وكارنت فير فاليو. البوك فاليو هو مديها لك الكاش بكام؟ 110,000. and الكارنت فير فاليو مش مديني حاجة. طيب الانفنتوريز، الانفنتوريز فور اكس بكام؟ ب 60,000. طب واي، واي عندك البوك فاليو ب 30,000 والكارنت فير فاليو ب 40,000. طيب الانفستمنت ان واي مدي لك الاكس ب 250,000 وواي مش مديني ولا في البوك فاليو ولا في الكرنت فير فاليو. طيب البلانت اسيتس مديني فور اكس 220,000 وبالنسبه لواي مديني البوك فاليو 160,000 وبالنسبه للكرنت فير فاليو 180,000. الباتنت مدينك فور اكس 10,000. طبعا واي مفيش ولا بالنسبه للبوك فاليو ولا الكرنت فير فاليو. يبقى التوتال اسيتس بالنسبه لاكس مديني 680,000 وبالنسبه لواي باي بوك فاليو ب 300,000. طيب اما بالنسبه للليبيليتيز اند ستوك هولدرز ايكويتي، طبعا انت عندك الليبيليتيز، عندك يو هاف تو ليبيليتيز، كرنت ليبيليتيز اند لونج تيرم ديبت. الكرنت ليبيليتيز بالنسبه لفور اكس ب 100,000 and for y by book value ب 70,000. طبعا مش مديني current fair value. طيب long term debit for x 104,000 and اما بالنسبه لفور y البوك فاليو ب 30,000 ومش مديني الايه current fair value. common stocks for x طبعا 200,000 by book value in x ب 80,000. ال additional paid in capital for x 116,000 and for y by book value 70,000. طبعا مش مديني ال current fair value. طيب ال retained earnings for x 160,000 and for y by book value 50,000. طبعا احنا عارفين ال owner's equity اللي هي عبارة عن ال common stocks وال additional paid in capital and retained earnings. يبقى total liabilities and stockholders equity for x 680,000. يبقى احنا عارفين ان لازم يطلع ان التوتال اسيتس ايكوال التوتال لايبيليتيز. التوتال اسيتس فور اكس ب 680,000 والتوتال لايبيليتيز اند ستوك هولدرز ايكويتي ب 680,000. طيب وبالنسبه لفور واي، بالنسبه للبالانس شيت مديني البوك فاليو برضو التوتال اسيتس بتاعته ب 300,000 اند التوتال لايبيليتيز اند ستوك هولدرز ايكويتي برضو ب 300,000. ان معروف ان البالانس شيت لازم الاسيتس ايكوال اللايبيليتيز بلس الاونرز ايكويتي. هنا بيتكلم بقى طالب منك في الريكوايرد. في الريكوايرد طالب منك بريبير ذا اليمينيشن انترست وركينج بيبر اند كونسوليديتد بالانس شيت فور اكس كوربريشن. يعني هو طالب دلوقتي من سيادتك عندك ثلاث حاجات المفروض تعملهم. اول حاجه الريكوايرد، الفيرست ريكوايرد الاليمينيشن انترست، السكند ريكوايرد الوركينج بيبر، اند الثيرد ريكوايرد الكونسوليديتد بالانس شيت. طيب يبقى دي البروبلم اللي هو مديني لسيادتك. البروبلم ده عباره عن شركتين، يو هاف تو كامب تو كوربريشن اكس اند واي. اكس عايزه تعمل كونسوليديشن ويز واي، عايزه ان هي تعمل كونسوليديتد ويز ايه ويز واي. ازاي بقى؟ فهو بيقول لسيادتك ان حضرتك هتعمل شويه ستيبس
علشان حضرتك من خلال ان احنا نقدر نعمل ال consolidated balance sheet في الاخر for X company. نو بيديني سيادتك عندك you have two balance sheet X and Y. هو في الاخر عايز طلب من سيادتك تعمل consolidated balance sheet for X corporation. يعني هو في الاخر عايز يكون balance sheet واحدة خاصة ب X. فبالتالي X ايه عايزة ها تعمل ايه تعمل consolidation with A with Y. ازاي بقى نرجع بقى مع بعض في السوليوشن. اول حاجة بالنسبة لذا سوليوشن اول حاجة ذا فيرست اول حاجة عايز اشوف الانفستمنت ان واي. اول حاجة ذا فيرست ستيب يبقى ذا فيرست ستيب الانفستمنت ان واي. الانفستمنت ان واي بكام عندك بالنسبة لفور اكس؟ هو الراجل شركة اكس ذا كوربريشن اوف اكس هو مدي لك كام الرقم 250,000. يعني هو بيقول كده معناه بالبلدي كده بنقول ان شركة X بتستثمر فلوسها في Y بكام ب 250,000. يبقى اول حاجة the first step هنقول number one الانفستمنت in Y equal 250,000 دولار. يعني الراجل X بيستثمر investment in Y بهاو ماتش ها 250,000 دولار. طيب number two second step بالنسبة برضو the solution عايزين نعرف ال current fair value of net assets of Y. عايزين نعرف ال current fair value of net assets of Y. ال current fair value of net assets of Y عبارة عن ان انا طبعا عايز اشوف ال current fair ايه ال current fair value of net assets. ال net assets اللي هي عبارة عن ايه ال net assets اللي هي عبارة عن ال assets minus ال liabilities عشان تطلع النت اسيتس. هو عايز يعرف صافي الاصول بتاع الشركة واي. عايز تطلع النت اسيتس بتاعت الكرنت فير فاليو او الكرنت فير فاليو اوف واي. هتطلعها ازاي حضرتك عشان تطلع الكرنت فير فاليو اوف نت اسيتس اوف واي؟ هو طبعا دلوقتي هنبص كده على الكرنت فير فاليو اهو اوف واي. هو مدالك في المسألة already given. فهو بيقول لي سيادتك الايه الكرنت فير فاليو اوف نت اسيتس. اجيبها ازاي؟ اول حاجه هبتدي بالاسيتس. هو مديني هنا الكاش. اول حاجه زي عندك في الاسيتس الكاش. الكاش بكام؟ الكاش بكام؟ عندك البوك فاليو ب 110,000 والكرنت فير فاليو هو مش مديها لي، فبالتالي ما حصلش موديفيكيشن ليها، ما حصلش تعديل ليها، ما حصل ان هو بيقول لك البوك فاليو الكاش كان بكام 110، الكرنت فير فاليو مش مديني حاجه ما حصلهاش موديفيكيشن، فهتاخد الايه النمبر زي ما هي اهو ال 110. طيب بعد كده الانفنتوريز. طيب البوك فاليو بتاع الانفنتوريز كانت بكام بالنسبه للبوك فاليو؟ ب 30,000. طب الكرنت فير فاليو ب 40,000. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى حصل انكريز. ماشي حصل ان حصل انكريز في الاسيتس، حصل انكريز ان ذا انفنتوريز ب ذا ديفرنس بتوين ذيم ويتش نمبر اللي هي 10,000 يجيب ايه 10,000 دولار. فهو حصل ايه زياده في الايه انكريز اوف ذا ايه اوف ذا اسيتس من 30 لايه ل 40. فبالتالي طبعا هناخد الكرنت فير فاليو بكام؟ ب 40 التعديل، لان طبعا احنا مش هناخد الايه احنا مش كل شغلنا بالبوك فاليو، احنا هيبقى كل شغلنا بالكرنت فير ايه بالكرنت فير فاليو. طيب هو طبعا هنا طب احنا قلنا اللي قبليها، طب احنا في كاش خدناه ليه بالبوك فاليو؟ عشان احنا خدناه بالبوك فاليو خدنا ال 110 عشان ما حصلش موديفيكيشن في الكرنت فير فاليو، فبالتالي يبقى هتاخد النمبر زي ما هو. طب بالنسبه للانفنتوريز انت عندك الانفنتوريز البوك فاليو بكام؟ ب 30 والكرنت فير فاليو ب 40، يبقى انت هتاخد الموديفيكيشن اللي حصلت في الكرنت فير فاليو اللي هي ال 40. طيب الانفستمنت ان واي طبعا مش هنستخدمها في حاجه، ان الراجل بيستثمر فلوسه فين؟ في واي، واحنا عايزين نطلع الكرنت فير فاليو ان واي، فبالتالي انفستمنت ان واي هنبتدي نعمل لها اليمينيشن هنستبعدها. طيب البلانت اسيتس بكام بقى؟ بلانت اسيتس عندك البوك فاليو ب 160 والكرنت فير فاليو ب 180، يبقى هناخد ال 180 زي ما احنا عاملين. طيب الباتنت طبعا اللي هي براءة الاختراع، طبعا الباتنت مفيش حاجة في واي، مفيش باتنت اصلا عندك في ولا في واي ولا في البوك فاليو خالص، يبقى في التالي مش هيبقى فيه في الكرنت فير فاليو. طيب يبقى كده ده الاسيتس اللي موجودة عندك. يبقى الاسيتس اللي موجودة عندك بالنسبة للكرنت فير فاليو فور واي عندك الكاش ب 110، عندك الانفنتوريز ب 40، وعندك you have a planet assets ب 180. طيب هنشيل بقى منها ال liabilities بتاعت واي عشان تطلع في الاخر النت اسيتس بتاعت مين؟
ها ما هو محتاج يطلع صافي الاصول بتاعت ايه النت اسيتس فور واي. فعشان تجيب الايه اللايبيليتيز بتاعت واي هتجيبها ازاي بقى؟ فهو بيقول لك هنا اللايبيليتيز عباره عن انت عندك الكرنت لايبيليتيز البوك فاليو بكام؟ ب 70,000، واللونج تيرم ديبت بكام؟ ب 30,000. طبعا الثلاثه التانيين دول ما لهمش علاقه نوت ريليتد بالليبيليتيز، ان هم طبعا دول اونرز ايكويتي اللي هي الكومن ستوكس والاديشنال بيد ان كابيتال اند الريتندد ايرنينجز. طيب لحد دلوقتي كده مفيش مشكله، دلوقتي كده الصوره بدات توضح معانا. فاول حاجه طبعا يبقى ذا فيرست ستيب يبقى هنجيب الاسيتس هنشيل منها الليبيليتيز عشان تطلع الايه النت اسيتس. فالاسيتس عندك 110 بلس 40 بلس 180، وطبعا انا وضحت لك النمبرز دول جبتهم منين، دول الاسيتس بشيل منهم الليبيليتيز، الليبيليتيز اللي هي ال 470 وال 30. طبعا ايه بقى هناخد الاسيتس هنشيل منها الليبيليتيز هتطلع الكرنت فير فاليو اوف نت اسيتس بكام؟ ب 230,000. يبقى ايه اللي حصل كده معناه؟ يبقى كده معناه ان هو كده زير فور في كده هنا في الحاله دي جود ويل، زير فور جود ويل. جود ويل ده الديفرنس بتوين الانفستمنت ان واي الانفستمنت ان واي ال 250,000 ماينس ال 230,000 ايكوال ال 20,000 دولار. يبقى الجود ويل حصل هنا كده في الحاله دي جود ويل. طب الجود ويل ده كده يعتبر بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا بوزيتيف. ليه بوزيتيف بقى؟ هو بيقول لسيادتك ان هي بوزيتيف جود ويل عشان هو بيقول لك قيمه الاستثمارات الانفستمنت ان واي كان هو اللي دافعها بالنسبه لاكس عشان دافعها لواي بكام؟ ب 250,000 دولار، صح ولا لا؟ طب لما جه بقى شاف الكرنت فير فاليو اوف نت اسيتس بكام؟ ب 230,000 دولار. يبقى كده معناه ان قيمه الاستثمارات ايه؟ اعلى من الايه؟ من صافي قيمة الاستثمارات المدفوعة اللي انا دافعها الواي اللي هي الانفستمنت ان واي مور ذان الايه الكرنت فير فاليو اوف نت اسيتس اوف واي. يبقى ذا ديفرنس بتوين ذم ذيس از 20,000 ذيس از بوزيتيف ايه جود ويل نوت نيجاتيف. يبقى ذا ديفرنس بتوين بوك فاليو اند كرنت فير فاليو اوف واي كوربريشن اسيتس. هنا بقى بيوضح لك نمبر 4 برضو في الستيبس زي الايه ذا فورث ستيب differences between the book value and the current fair value of Y corporation's assets. طيب هنا طبعا هنا بيوضح لك ايه اللي حصل، الفرق اللي حصل اللي احنا عملناه ما بين البوك فاليو والكرنت فير فاليو. هنا بيقول لك او الانفنتوريز حصل ايه، البوك فاليو كان بكام؟ ب 30,000، وصل الكرنت فير فاليو ب 40,000. يبقى the difference between them كام؟ ها حصل الفرق بكام اهو الانفنتوريز من 40 او 40,000 او حصل exchanges ده البوك فاليو، الكرنت فير فاليو ب 30. يبقى ده الفرق اللي حصل الديفرنس بتوين ذم كام؟ 10,000. يبقى حصل increase or decrease of the inventories، لا increase of the inventories. طيب عندك ايه تاني؟ يو هاف البلانت اسيتس كام؟ كان البوك فاليو 160، حصل exchange ليها في الكرنت فير فاليو 180. يبقى ايه وات هابند اللي حصل؟ ها حصل changes، حصل increase or decrease في الاسيتس، حصل increase of the planet assets بكام الديفرنس between them اللي ال 20,000. هنا بيوضح لك الشرح التفصيلي ها ان هو الفرق اللي حصل ما بين البوك فاليو والكرنت فير فاليو بالنسبه للاسيتس الانفنتوريز والبلانت اسيتس. طيب هنا بقى عندك هنا the first في ال required، هنا هنتكلم بقى عن ال prepare the elimination interest. طالب منك number one اللي ايه the first elimination interest. طيب the first elimination interest بقى هتعمل بقى الجورناليز بتاعتها، هتعمل الجورناليز بتاعتها ازاي؟ هنعمل الجورناليز اللي هي عبارة عن ان انت حضرتك هتعمل schedule. ال schedule ده عبارة عن هتقول items debit and credit، items debit and credit. الاليمينيشن انترست هو طالب منك الحاجات بقى اللي عايزه نعمل لها اليمينيشن عشان في الاخر نعمل ايه بقى كونسوليديتد بالانس شيت واحده بالنسبه لفور ايه 4 اكس كوربريشن. هو في الاخر قايل لك اللي في الريكواير نعمل كونسوليديتد بالانس شيت فور اكس كوربريشن. طيب هيبقى كده هنعمل سكادجولز جورنالايز ايتمز ديبت اند كريدت. طب عايزين نعمل اليمينيشن انترست، هاو تو ريكوردنج
how to recording for this by elimination entries. اول حاجة عايزين نشوف اللي حصل ايه changes في الايه في البوك فاليو والكرنت فير فاليو. هو بيقولي سيادتك هنا الانفنتوريز مش حصل ايه changes ليها بالنسبة لبوك فاليو and current fair value كام which number. عندك الانفنتوريز you have inventories by book value ب 30,000 والcurrent fair value ب 40,000. يبقى ايه اللي حصل كده في الحالة دي؟ حصل increase or decrease؟ لا حصل ده حصل increase of the inventories. ولما بيحصل عندك increase of the inventories by assets يبقى automatic. يبقى how to recording in the journal debit or credit يبقى automatic by ايه؟ ها by debit الانفنتوري اهو سجلناها how to recording in the journal inventory by a debit ب 10,000. طيب حطيناها في الديبت ليه؟ عم حطيناها في الديبت عشان حصل increase of the assets. ولما بيحصل عندك increase of the assets how to recording in the journal يبقى ايه by debit ها in nature. لما بيحصل معاك increase of the assets in nature بتاع الاسيتس بتبقى by ايه by debit في الانفنتوري ب 10,000. طيب عندك هنا بقى you have the planet assets البوك فاليو. البوك فاليو كان عندك كام البلانت اسيتس؟ طبعا كان عندك في البوك فاليو 160,000. حصل تشينجز ليها في الكرنت فير فاليو بكام؟ 180,000. طبعا يبقى حصل تشينجز ليها انكريز ولا اور ديكريز؟ لا انكريز اوف ذا اسيتس. ولما يحصل معاك انكريز اوف ذا اسيتس يبقى ذا نيتشر ها ان ذا جورنال ديبت اور كريدت؟ ديبت. يبقى ذا ديفرنس بتوين ذيم البلانت اسيتس ب 20,000. وكان عندك جود ويل حصل بوزيتيف جود ويل ان طبعا ايه الجود ويل لازم تعمل لها ريكوردنج ان ذا جورنال. ظهر عندك جود ويل الانفستمنت ان واي كانت ب 250 والكرنت فير فاليو اوف نيت اسيتس كان ب 230 يبقى ذا ديفرنس بتوين ذيم ب 20,000. يبقى الجود ويل بوزيتيف والجود ويل بيعتبر اسيتس وحصل انكريز اوف ذا اسيتس والانكريز اوف ذا اسيتس يبقى هاو تو ريكوردنج ان ذا جورنال باي ديبت جود ويل ب 20,000. التوتال كام؟ 50,000. ده طبعا بنكتب عليها الانفستمنت ان واي كوربريشن اهو انفستمنت. طبعا هنا اهو انفستمنت طبعا هنا في حصل نعمل تعديل ليها انفستمنت هنا في برضو ايه كان في نسيف كان في بس حرف ما كانش ناقص يتحط حطيناه الانفستمنت ان واي كوربريشن. طبعا يبقى هنا التوتال بتاعت الاسيتس 50,000. يبقى طبعا ايه الفلوس دي قيمه الاستثمارات اللي انا دافعها في واي اللي هي الانفستمنت ان واي كوربريشن. طبعا الاكسبلينيشن بنقول تو ريكورد ذا ديفرنسز ان اسيتس فاليو اند جود ويل. طيب السكند برضو هنعمل السكند انتري برضو في حاجات عايزين نعمل لها اليمينيشن. طبعا ايه الحاجات اللي هنحتاج اللي عايزه نعمل لها اليمينيشن اللي هما دول. طبعا عايز اعمل elimination لل owners equity by x corporation ولا by y corporation. لا يا باشا هو by y corporation. ليه by y corporation؟ ان هو قايل لك ان ال common stocks وال additional paid in capital وال retained earnings هو عايزها تبقى واحدة بس 4x. فواي طبعا هنحتاج ان انت تعمل لها elimination. فهتعمل طبعا يبقى لما تيجي تعمل لها elimination يبقى how to recording in the journal يبقى انت ازاي هتسجلها عندك في الجورنال. elimination يعني هتمشي من عندك. هي في الاساس اصلا ال owner's equity ال common stock وال additional paid in capital وال retained earnings هي في الاساس اصلا النيتشر بتاعها ايه؟ debit ولا credit؟ لا النيتشر بتاعها credit. لما تعمل لها elimination يبقى automatic. يبقى لما تيجي تعمل لها how to recording in the journal هتبقى by ايه؟ by debit اهو ال common stock اهو by y 80 ال additional paid in capital 70 وال retained earnings بكام؟ ب 50 اهو عملناهم اهو 80 70 50 يبقى التوتال 200,000. طبعا برضو بنكتب في الكريدت ال investment in Y corporation. طبعا how to طبعا ال explanation هنقول to recording the elimination of Y corporation shareholders equity. يبقى كده احنا خلصنا اول حاجه في required the first prepare the elimination interest. second هو عايز هنا في السكن نعمل حاجة اسمها working paper. طالب ان انت تعمل working paper ورقة عمل working paper من اللي حصل من خلال عشان في الاخر نطلع الايه ال consolidated ماشي ما بين ايه بقى ال consolidated بتاع ايه 4x corporation. فعشان تعمل consolidated طبعا احنا محتاجين نعمل working paper. بتعمل schedule كده عبارة عن items x y طبعا elimination
وكونسوليديشن. طبعا يبقى احنا عندنا اول حاجه اهو الايتيمز دي كلها موجوده من الاكزامبل من البرا ايه ما هو مديها لي جيفن. حضرتك انت مش هتعمل حاجه الا مجرد ان انت هتنقلها. ادي الايتيمز اهو الايتيمز اللي موجوده عندك الاسيتس واللايبيلتيز بننقلهم زي ما هم نقلناهم. خلاص نقلناهم زي ما هم بننقلهم زي موجوده عندك اهي الاسيتس واللايبيلتيز وبننقل الايتيمز اللي موجوده عندك الاسيتس واللايبيلتيز اند ستوك هولدرز ايه ايكويتي. طب بالنسبه لاكس اهو النمبرز بتاعت اكس اهو بننقلها زي ما هي نقلناها مش هتعمل مش هتخلق ايه. يبقى تاني كولم او ذا سكند كولم فور اكس كوربريشن ايه النمبرز دي جت منين موجوده عندك اوريدي جيفن ايه في الايه ذا بروبلم. طيب بالنسبه لواي بالنسبه لواي بقى هنشتغل على الايه هناخد البوك فاليو وبعد كده هنشوف الاليمينيشن اللي حصل انكريز ولا ديكريز عشان في الاخر نطلع الكونسوليديتد. فطبعا احنا هنعمل واي واي بقى هنشد خط كده ونكتب بوك فاليو. يبقى احنا كده يبقى الكلام اللي في النص هنا واي هتتقسم نصين هنكتب هنا فوق واي كوربريشن واللي تحت بوك فاليو. طبعا هننقل الاول البوك فاليو الكولم بتاع البوك فاليو كلها هتتنقل اهو موجوده عندك في المساله جيفن البوك فاليو بتاع واي اهو هننقل النمبرز دي كلها من الايه في الوركينج بيبر نقلناه. طيب عايزين بقى نشوف الاليمينيشن اللي حصلت الاليمينيشنز عندك انكريز اند ايه ديكريز. طب هنبتدي باول ايتيمز الكاش. الكاش اللي حصل اليمينيشن ليها محتاجه ان هي حصل موديفيكيشن ليها او في الكاش او في الواي كان البوك فاليو كان ب 110 ما حصلش موديفيكيشن ليها في الكرنت فاليو فبالتالي يبقى ما فيش ايه ولا انكريز ولا ايه ديكريز ولا نو انكريز اند نو ديكريز اهو. يبقى التوتال يبقى فور ناو يبقى التوتال كاش عندك كان اكس كان عندها كام يو هاف باي اكس كوربريشن 140,000 and y 110 يبقى التوتال كام يبقى 140 plus 110 equal 250. طيب الانفنتوريز عندك الانفنتوريز كان عندك you have the inventories for x بكام ب 60,000. طيب والبوك فاليو ب 30,000 اهو 60 و 30. حصل exchanges ليها حصل exchange اهو من ايه في الانفنتوريز باي واي كوربريشن ان بوك فاليو ب 30 ايه في الكرنت فير فاليو كان بقى القيمه الحاليه بتاعتها دي القيمه الدفتريه ماشي القيمه الدفتريه لما جت سجلت في البضاعه عندك الانفنتوريز ب 30,000 يبقى الكرنت فير فاليو بكام ب 40,000 يبقى حصل انكريز ولا ديكريز لا انكريز ويتش نمبر 10,000 انكريز اهو ب 10 حطيتها في الانكريز اهي ب 10,000 يبقى التوتال كونسوليديشن فور ناو ها يبقى التوتال كونسوليديشن كام بقى عندك اهو 60 30 10 plus ايه equal sorry ايه 10 يبقى 60 plus 30 plus 10 equal ايه 10,000. طيب الانفستمنت ان واي الانفستمنت ان واي طبعا ب 250 طبعا مفيش حاجه في البوك فاليو طبعا ايه في البوك فاليو الكرنت فاليو زيرو بس طبعا حضرتك هتضطر تعمل لها اليمينيشن ايه بقى هعمل لها ديكريز هعمل لها اليمينيشن ليه هعمل لها اليمينيشن بقى ديكريز عشان هي في الاخر هتبقى ايه وان كومباني وان سوري وان كوربريشن هتبقى شركه واحده فبالتالي طبعا هو الراجل اكس بيستثمر فلوسه في واي انفستمنت ان واي فالانفستمنت ان واي 250 طبعا عشان في الاخر عشان نعمل لها كونسوليديتد ايه بقى يبقى محتاج ان انت تعمل لها اليمينيشن هتشيلها من عندك فبالتالي لما هتشيلها من عندك هتروح عند الديكريز ب 250 فبالتالي يبقى 250 هتروح مع 200 يبقى 250 250 ايكوال ايه 0. طيب البلانيت اسيتس عندك البلانيت اسيتس فور اكس ب 220 وبالنسبه لواي 160 اهو 220 160. ايه اللي حصل بقى حصل ايه في الكرنت فير فاليو ها حصل ايه changes of the current fair value ايه في البوك فاليو 160 to 180 يبقى ذا ديفرنس بتوين زم كام فين ذا ديفرنس بتوين زم بالايه ب 20
صح ولا لأ؟ أهو 20 جت منين؟ كان ب160 160 إيه؟ حصل في إن current fair value بقت قيمتها دلوقتي النهاردة القيمة الحالية بقت 180 في planet assets، فحصل increase of the assets or decrease of the assets، لا increase of the assets. كان بقى the difference between them 20,000، وسمعت عندك اهو ب 20,000 by increase، يبقى total 220 plus 160 plus 20 equal 400. طيب patent، عندك الباتنت for x ب 10,000 نقلناها، طبعا في y مش مديها لي، مش مديني حاجة في y، فبالتالي طبعا ما فيش y ولا في البوك فاليو، فبالتالي مش هيبقى في الكرنت فير فاليو، فطبعا دول هيبقى ايه اهو، هيبقى زيرو اهو زيرو، طبعا مفيش حاجه في الاليمينيشن، يبقى التوتال 10. وهنضيف عليها كمان هنعمل سم، ايه بقى اللي يبقى في حاجه تانية هنزودها، ان في مش في عندنا جود ويل اهو، جود ويل حصل بوزيتيف باي جود ويل اهو، جود ويل بكام؟ الجود ويل اللي عندك اول موجود عندك في الجورنالايز ب 20، هتعمل لها increase هزودها عندك good will، طبعا ما فيش عندك good will ولا كان في x في الاساس ولا كان في y، فبالتالي هو عملنا elimination عملنا increase ب 20، وطبعا يبقى ال consolidated total 20. يبقى ال total assets بنجمع طبعا ال first column طلع معاك this number، ال second column this number، مش محتاج ان انت تعمل ان انت تجمع هنا في ال elimination، بتجمع بقى على طول في اخر the last column by consolidated اهو، بتجمع بقى التوتال يطلع معاك 780,000. طيب ندخل بقى على liabilities and stockholders equity، عندك الcurrent liabilities كانت بكام؟ الcurrent liabilities نفس الكلام دول اهو موجودين عندك، كل الكلام ده موجودين عندك في x وفي y book value اهو، بننقله تمام نقلناه. طيب ايه الحاجات بقى اللي محتاجه، اللي هي كانت محتاجه تتعمل لها elimination؟ طبعا هنا في الكرنت liabilities طبعا هنا ما حصلش طبعا تعديل في الـ في الـ في في corporation of y، ما حصلش no modification for y corporation، البوك فاليو والكرنت فير فاليو اهو، البوك فاليو كان ب 70 في الكرنت فير فاليو ما حصلش no modification، في اللونج تيرم برضو ذا سيم، الكومن ستوكس ذا سيم، اديشنال بيد ان كابيتال ذا سيم، ريتندد ايرننج ذا سيم، طبعا هنا حصل بس موديفيكيشن ان احنا هنعمل ايه بقى ديكريز، ان حركه في اليمينيشن هنعملها بالنسبه للاونرز ايكوتي اوف واي، ان هي طبعا الاونرز ايكوتي اوف واي خلاص ما بقتش لازمه عندي، ان هي هتبقى اونرز ايكوتي واحده 4x، وطبعا 80 بتاع الكومن ستوكس والاديشنال بيد ان كابيتال 70 والريتندد ايرننجز 50 او 80 70 و 50، هنحتاج ان هي تعمل لها ايه بقى؟ elimination اهو، عملناها elimination اهو، شلناها elimination decrease هتشال من عندي، فبالتالي هنا هيبقى التوتال، هنا طبعا هنمسك ال liabilities، هنا 100 plus 70 equal 170، 104 plus 30 equal 134، طبعا 200 plus 80 minus 80 equal 200، 116 plus 70 minus 70 equal 116, 160 plus 50 minus 50 equal 160. طبعا هنا التوتال طبعا زي يطلع the same total liabilities and owners equity for x، هيطلع the same total assets والtotal liabilities and stockholders equity for y corporation in book value the same in assets، وطبعا هنا جمعنا التوتال liabilities and stockholders equity يطلع لازم يطلع معاك the same number by total assets، معروف ان الconsolidated عشان تبقى انت الارقام ماشيه معاك صح، ان لازم يطلع ان التوتال assets equal التوتال liabilities and stockholders equity. طيب يبقى الثيرد عندك هنا الconsolidated بقى، يبقى كده عملنا الworking paper السكند required، يبقى كده عملنا prepare the elimination interest the first the first elimination interest the second the working paper and the third بقى دلوقتي for now الconsolidated balance sheet for X corporation.
طب لما نعمل بقى الكونسوليديشن سوري نمبر 3 الثيرد الكونسوليديتد بالانس شيت هنعملها ازاي بقى؟ اهي هتاخد اخر كولم ذا لاست كولم وهننقلهم زي ما هم اهو اللاست كولم اهو اللاست كولم هم الموجودين عندك بتنقلهم زي ما هم طبعا الموجود عندك من خلال الايتمز. فبالتالي يبقى الوركينج بيبر ده بالنسبه لي بتساعدني جامد عشان لما تيجي تعمل الثيرد كونسوليديتد بالانس شيت يبقى ايه يبقى ما تبقاش فيها مشكله عندك. يبقى الايتمز اهو بننقلها تاني الاسيتس طبعا الايتمز بتاعت الاسيتس الكاش والانفنتوريز طبعا اهو الايتمز الايه الاسيتس الكاش يبقى هناخد الكاش كام 250 الانفنتوريز ويتش نمبر 110 الانفستمنت ان واي طبعا مفيش انفستمنت ان واي زيرو فطبعا مش ايه اهو هنكتبها زيرو يا اما تكتبها يا اما ما تكتبهاش مش هتفرق. البلانت اسيتس ب 400 الباتنت ب 10 الجود ويل اند 20 يبقى التوتال اسيتس 780,000. طيب اللايبيلتيز اند ستوك هولدرز ايكويتي الكرنت لايبيلتيز 170 لونج تيرم ديبت 134 common stocks 200 additional paid in capital 116 retained earnings 160 يبقى total liabilities and stockholders equity يطلع برضو معاك the same number. يبقى كده هم قدرنا نعمل او سهل لي الworking paper سهل لي ان انا اقدر اعمل third consolidated balance sheet ويبقى كده انا عملت الrequired بتاعتي اللي هو المفروض طالبها مني ال prepare the elimination interest working paper and consolidated balance sheet for X corporation. يبقى كده النهاردة اخدنا اول first lecture by online or by e-learning اللي هي first problem خاصة بالcontemporary problems and issues in accounting كانت عن كان عن شركتين X و Y. X عايزة تعمل consolidation مع Y وظهرت ان انت عندك ان قيمة الاستثمارات اللي هو دفعها في Y in investment in Y طلع اعلى من more than the current fair value of net assets. فكده في المسألة دي او البروبلم دي كان فيها positive goodwill. طبعا احنا قبل كده في المحاضرات اللي قبل كده طبعا احنا ديت لك مسألة او شرحت لك مسألة كانت على ان هي كانت فيه negative goodwill. النهاردة شرحت لك مسألة على positive goodwill. يبقى كده احنا الgoodwill واخدين two problem. problem مرة positive والتي انا شرحتها لك ومرة negative انا شرحتها لك قبل كده في الايه في lecture كانت في المحاضرة انا شرحتها لك قبل كده وشكرا.